مدام كنت فين يا بنت لحد دلوقتي؟ ايه ده؟ سيبيك سيب ايدك، ده ايه الضايق؟ فينك مكانك؟ انت مالك؟ انت مالكش حكم عليا. بس يا حسام ما ينفعش كده، عيب. احنا على السلم من نفسه ولا ايه؟ خشي خشي. في ايه؟ في ايه؟ كفل للشر. كنت فين؟ لو ما قلتيش كنت فين حالا هقتلك، انت فاهمه؟ انت مالكش حق انك تسالني. ماما ما سالت هتعمني ايه؟ وكمان بتردي عليا؟ انت بتضربني يا حسام؟ وهتبحي كمان. لو ما قلتيش كنت فين هتبحي. خلاص يا حسام، قالت لك انها كانت عند صاحبتها، خلاص بقى. بس يا نبيله، انت يا بنت، انت كنت فين؟ مش هقوم وانا هوريك ازاي تضربني يا حسام. اما دفعتك ثمن اللي بتعمله ده غالي. البيت اللي عماله تهدي فيه ماشي مع واحده ثانيه وبيحبها. وقفها يمين. اسمعي كويس عشان تقولي لماما. اصلي يا صفري يا عيلتي الهدف. انت اصلك بنت ماشيه على حل شخصها، ما تعودتيش اللي يكون لك كبير. لكن انا بقى اللي هربيكي لو ما كنتيش اتربيتي. اقعد اخرج الدلع الملك. خشي جوه. البنت دي ما تخرجش من اوضتها، وان خرجت هقتلها، فاهمين؟ مش هتقدر يا بتاع سلوى. معلش يا حسام، عشان خاطري انا عيله وبتغيظك عشان ضربتها. ربنا يا بنتي يكملك بعقلك. منال مهما راحت ولا جات عيله، وبعدين الضرب وجعها فبتقول اي حاجه. ما انا عارفه يا داتا. هم الولاد فين؟ ايوه يا مامي، تعالي الحقيني يا مامي، حسام ضربني وبهدلني يا مامي. ايه ضربك ليه يا منال؟ عملت له ايه؟ عشان روحت اذاكر عند واحده صاحبتي. هو ماله هو يضربك ليه؟ هو كان بيصرف عليك ولا كان بيصرف عليكي؟ تعالي اوهام والنبي يا مامي. اجي ازاي يا بنتي في نصاص الليالي دي؟ وبعدين انت عارفه ان انا في دمياط ماليش جنبك يعني. لا ماليش دعوه، لازم تيجي. طب بقول لك ايه، ادوني يا حبيبتي وانا بهدله. حبسني في الاوضه يا مامي. ايه حبسك؟ طب يا حسام، طب لما اجيلك. انت تحكم على بيتك وعلى مراتك، لكن بيتي انا ما حدش يحكم على اللي جواه. بيتي ايه وبيتك ايه؟ احنا نقسمها فرق ونلعب كوره. انا ليا حق في اختي. حق ايه يا ابو حق؟ حقك واخده تلت وبتلت، فاهم ولا فاهمك؟ انا بتكلم عن حقي في تعديل سلوك اختي. اخلص، ما تجيبش سيره اختك. اختك دي زي السيف، ما حدش يقدر يقول عليها تلت التلاته كام، وعارفه عنها الصغيره والكبيره، يعني ما بتخبيش عني اي حاجه. يا سلام، بقى ما بتخبيش عنك حاجه. يعني انت عارفه سهره امبارح كان فيها ايه؟ عارفه سهره امبارح كان فيها ايه؟ كانت عند صاحبتها ومكلماني من عند صاحبتها. في حاجه تانيه يا استاذ؟ يا سلام، ايه؟ لازم تستشير ست الحسن والجمال عشان اذا كنت تصدقني ولا ما تصدقنيش؟ يعني ايه؟ مفيش فايده؟ مفيش فايده في ايه؟ مش تفهميني؟ دفعت الافات عشان ابطل سحرها ده؟ مفيش فايده. سحر مين وتبطلي ايه؟ انا مش فاهمه حاجه، مش تفهميني؟ البنت المقروصه في قلبها اللي اسمها نبيله دي هي اللي بتعمل كل ده. انا رحت لبتاع السحر ونزل لي سحر ابني قدام عيني وشفته كده. يا لهوي، انت رحت للراجل بتاع العملات؟ ايوه، ورحت له تاني، دفعت له فلوس عشان ابطل السحر اللي هي بتعمله له، ومفيش فايده. انا ما اعرفش بنت رمزيه عامله لاولادي ايه، متعلقين بيها التعليقه السودا دي ازاي؟ ما اعرفش. اللي ما عملتيها ورحت للشيوخ عشان ترجعي جوزك، تقومي تروحي علشان نبيله؟ وما اروحش ليه؟ دي مسكني من هنا، ولادي وولاد ابني في ايديها. ده انا لو لفيت الدنيا دي حافيه كده على رجليا ولا الناس تتحكم في ابني. طب والنبي تسكتي بقى، اسكتي. لحسن بنتك قالت لي بقى انه بيحب واحده تانية وماشي معاه. انت بتقولي ايه يا ولية؟ والله، وكمان قالت لي على اسمها، بس هي اسمها ساميه سميه، بس انا مش فاكره. وحياه النبي، والله منال، بنت يا منال، منال.